أسأل عن آداب تلاوة القرآن الكريم، وماذا يجب على من لم يتلو القرآن جزاكم الله خيرا. تلاوة القرآن الكريم مستحبة، فيها أجر عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله تعالى أثنى على الذين يتلون القرآن، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة القرآن فيها أجر عظيم، ولكن تلاوة القرآن وسيلة لتدبره ومعرفة معانيه ثم العمل به. لا يقف الأمر عند تلاوة القرآن فقط، أو التلذذ بقراءته أو بصوت القارئ ونغمة القارئ، لا يقف الأمر عند هذا، وإنما الأمر يجب أكثر من ذلك، وهو تدبر القرآن ومعرفة معانيه والتأثر بوعده ووعيده، تحليل حلاله وتحليل حرامه، والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. هذا هو المطلوب من تلاوة القرآن. ولهذا قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لم يقتصر على تلاوة القرآن، بل قرن معها إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله، مما يدل على أن المطلوب العلم والعمل، تلاوة والعمل، تلاوة والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره لا يحصل على الغرض المطلوب، وكذلك إذا كان يتلوه ويتدبره ولكن لا يعمل به، كذلك إنما يكون القرآن في هذه الحالة حجة عليه يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.